ورجعنا لكم بعد الفاصل، وكنا بنتكلم على طريق الموت. طريق الموت طريق يؤدي إلى الهلاك والضياع. طريق الموت هو طريق المنصورية، مركز منشئة الأناضر. طريق الموت هنعرفه مع ضيفنا الكريم سيادة الأستاذ مستشار قانوني هاني أبو كعب. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا أستاذ أحمد، وأهلا ببرنامجك ومتابعينك الكرام. نورتنا يا فندم. النهارده الحلقة أستاذ هاني هنتكلم في عدة مواضيع مختلفة، تمام؟ زي ما حضرتك معودنا دايما إن هي تكون متنوعة. كنا بنتكلم طبعا احنا تليفوناتنا موجودة على الشاشة لكل اهالي المنصورية. البرنامج يا جماعة، بس حابب انوه طبعا الاستاذ هاني، برنامج الاختيار مش المنصورية فقط، برنامج الاختيار لكل بلد عندها مشكلة حابة توصل صوتها للسادة المسؤولين. زي ما شفنا المنصورية ابتدت، مش ابتدت، هي نهضت. المنصورية بقى دلوقتي فيها اعمال قائمة، فيها ناس بتشتغل بيد من حديد. المنصورية الآن أصبحت على الطريق بعد ما كانت على الهاوية. إن شاء الله إحنا فاتحين تليفوناتنا، بنستقبل كل مكالماتكم، أي مشكلة في أي بلد في أي محافظة. برنامج الاختيار لكل الناس سواء مصريين أو عرب. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ هاني. اهلا وسهلا استاذ احمد، اهلا بمشاهدينك. طبعا احنا ما لحقناش نحضر الصور بتاعة طريق الموت، اللي هو الطريق المؤدي من المنصوريه، المؤدي من المنصوريه لنكلة تقريبا، صح كده استاذ هاني؟ ايه مشكله الطريق ده؟ الطريق ده استاذ احمد هو عباره عن حرمين اسفلت لترعه المريوطيه، بيمتد حضرتك من الهرم وفيصل لحد الرهاوي، لحد بلد الرهاوي. وطبعا ثلاث مصارف عموميين بينهم طرق الاسفلت، طبعا ما فيش ادنى وسائل امان على جنبين الطريق، يعني ما فيش رصيف، ما فيش حواجز، ما فيش مصدات. فللاسف كل يومين ثلاثه، كل اسبوع بنصحى على فجاعه، على فجاعه ووفاه ناس، وللاسف نزولهم في المصرف. اللي احنا ممكن نناشد المسؤولين فيه ان احنا نشوف له حل، تمام، نشوف له حل عن طريق مثلا ان احنا نغطيه، تمام، ان احنا نعمل مصدات على الطرفين عنده. وبالمناسبه في جماعه عندنا بارك الله فيهم يعني تولوا الموضوع ده بقى لهم فتره، وابتدوا فعلا بالجهود الذاتيه وطبعا بمساعده وبموافقه المسؤولين، لان هم يبتدوا يعملوا مصدات على جانبي الطريق، منعا لتكرار الحوادث ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا فندم. كنا بنتكلم كمان استاذ هاني في عده مواضيع مختلفه. كنا بنتكلم ان المنصوريه بلد تعداد السكان تقريبا تجاوز ال 300,000، تمام. احنا نشدنا المسؤولين، وبصراحه المسؤولين تجاوبوا معانا، لقينا المحافظه كمان شغاله. السيد المحافظ بصراحة قايم بدور عظيم جدا، حابب أشكره برضو. لقينا مجلس المدينة برضو قائم بأعمال كتيرة، لقينا الوحدة المحلية، لقينا الأهالي. بقى الأهم بقى من كل ده إن الأهالي يا أستاذ هاني تكاتفوا لبناء سور، اللي هو بيقولوا عليه مصدة تقريبا للحوادث. الأهالي هو ده الدور التنموي، هو ده الدور الاجتماعي، إن البلد بتشارك الدولة في تأسيس ومنع الحوادث. دي المشاركة الاجتماعية يا أستاذ أحمد اللي كنت حضرتك سبق واتكلمنا فيها ونشدنا فيها، لأن الناس تساعد، لأن الناس ما تنتظرش لأن الحكومة تنزل لكل مكان محتاج خدمة أو محتاج رعاية وتعمله بنفسها. لا، لازم الناس تتواصل مع الحكومة، لازم الناس تشوف في إيه مثلا هي ناقصها وتتحاول تتكاتف مع بعضها، لأنها تحقق دور اجتماعي مجتمعي، لأن الناس كلها تساهم في حل مشاكلها، ما تنتظرش لما الحكومه. هو معانا يبدو معانا اتصال استاذ هاني، معانا الاستاذ خالد العطار. مساء الخير يا فندم. الو، الحمد لله يا فندم، اهلا وسهلا بيك استاذ خالد، اتفضل. توطي التلفزيون استسمحك بس عشان الصوت يوصل، بس اتفضل يا استاذ خالد. الله يكرمك. انا جميل والله، بس عايزين دفع احسن من كده ومساعد الناس احسن من كده والنيل احسن. طيب وقدر اكبر من كده.
مع الفريق اللي استاذ اتكلم عليه. طيب استاذ خالد، بما ان حضرتك من اهالي المنصوريه، ايه راي حضرتك في اللي بيحصل الايام دي من تطور في المنصوريه؟ اولا التطور مش ملموس جامد، بس هو عامه يعني انا بشكر الاستاذ عبد الله عطار والاستاذ هاني ان هم قدروا يوصلوا صوت المنصوريه للمسؤولين تمام، وقدروا ان هم يعملوا حاجه كويسه في البلد. بس انا برضه ما عنديش البرنامج، حتى ما عنديش البرنامج عندي في البرنامج بس اسلامي والاستاذ قلنا يا فندم اللي عايزين الناس تطلع تقول احنا بنعمل اللي بنعمل، وفي ناس بتتكلم على البلد. كان في ناس كده بتتكلم في حياتنا الخاصه كده تمام. رسالتك تمام يا استاذ خالد، شرفتنا بالاتصال. رساله حضرتك وصلت. هو بيقول لحضرتك ان فعلا ابتدى يشوف شيء ملموس حتى لو ما كانش واضح بالقدر الكبير، اللي هو طبعا انا عايز اقولها طبعا بالبلد اسمح لي، احنا كنا فين وبقينا فين. طبعا طبيعي، هو فعلا يوم عن يوم بيبقى في واقع ملموس على الارض بجهود، وابتدى في فكر، وابتدى في وعي عند الناس، ابتدى في وعي عند الناس لانها تعمل شيء ان شاء الله باذن الله. واحنا برضو يعني بنشهد استاذ المسؤولين المنصوريه مش مقتصر على المنصوريه بس، المنصوريه بتخدم حوالي 12 او 13 مجمع سكني حواليها، وان شاء الله اهلها قادرين ان هم يساعدوا الجهات المسؤوله في اي خطوه الجهات المسؤوله عايزه تعملها لانها تنمي المناطق دي باي شيء محتاجاه. وده استاذ احمد اللي هو التكافل الاجتماعي اللي احنا كنا بنتكلم فيه. معانا اتصال تاني يا استاذ هاني، اتفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا يا فندم. استاذ احمد ماهر، اتفضلي. الو ايوه معاك، اتفضلي. اتفضلي معاك يا احمد. منور الاستاذه كلها يا استاذ احمد ماهر. الله يكرمك، ازيك يا ام عادل؟ الله يخليك، ازيك يا استاذ احمد؟ انا على فكره هم ما قالوليش على الاسم بالظبط في الكنترول، بس تقريبا كده يعني حسيت ان هو الاسم كده يعني، فاحساسي جه في محله يعني. ازيك يا ام عادل؟ ست كبيره زي كده تعبانه، عايزه تشتغل يوديها هنا ولا هنا، يكون مجلس يعني. انت يوديها المستشفى بتاع المنصوريه ويطلبوها. المستشفى ان شاء الله باذن الله قريبا 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 جدا ان شاء الله. معادل شكرا لاتصال حضرتك ورسالتك وصلت يا فندم. معاك يا استاذ، هي دي المشاركه يا استاذ احمد والايجابيه اللي احنا كنا بنقول عليها، لازم نشارك. ما حدش يقول يعني لو بنشتكي ممكن يكون من ركود اقتصادي، بنشتكي من اي شيء، هتلاقي سبب يا استاذ احمد الاساسي السلبيه وعدم المشاركه. لازم كله يتحرك، لازم كله يساعد، اكيد، لان كل واحد ليه دور اجتماعي. تقريبا في تليفونات تانية معانا يا جماعه. تمام. تقريبا يا استاذ هاني كنا بنتكلم ان السور اللي اتبنى سور اتبنى يعني نقدر نقول بمئات الالاف. حصل. تمام يا استاذ هاني. ده مبني على التبرعات. انا والجهود طبعا الذاتية فعلا. والجهود الذاتيه. حابب اتوجه بالشكر برضو، نشكر الناس اللي هي قائمه على التبرعات، هي تقريبا عده لجان عشان ما انساش، بس انا متذكر منهم لجنه زكاه النور تقريبا، الحاج عبد الله برودة، الاستاذ محمد ابو عطوه، الاستاذ محمد صبحي ابو حسين، المهندس علي محمد سعد، الاستاذ طبعا والحاج حميده السيد. كمان ان دلوقتي الوحده المحليه بتشاركهم على راسهم الاستاذ احمد عبد الفتاح، بتشاركهم الاستاذ مصطفى سعد الدمونكي والاستاذ محمد المعدات. عنبر وبتقدم لهم كل المعدات اللي هم عايزينها. وطبعا الناس دي تشكر، هي طبعا هي مش مرتبطه ولا لها يعني مش ما عندهاش اللي هو الارغام لانها تعمل حاجه زي كده، لا دي مجموعه خايفه على اولاد بلدها، شايفه ان في حوادث بتتكرر كتير، شافت لانها ممكن تقدم حاجه للناس، لانها تمنع ضرر زي ده ممكن يصيب الناس، فبناء عليه ابتدوا يناشدوا الاهالي يا جماعه ان احنا عايزين طريق المريوطيه ده، عايزين ان احنا نعمل صدادات عليه منعا لتكرار الحوادث عليه. وبالفعل الناس شاركت لان شافت حاجه فعلا على الواقع، شافت حاجه على الارض. واتمنعت بالفعل كمان يا استاذ هاني الحوادث، كتير اتمنعت. كتير طبعا كتير. طيب احنا كده قبل ما ننتقل للموضوع الثاني عندنا النهارده، حابب طبعا انا توجهت بالشكر للساده المسؤولين، توجهت بالشكر للاهالي القائمين على التبرعات وان هم بيودوها في مكانها الصحيح. يا ريت يا جماعه بعد اذنكم الساده
المترشحين لعضويات مجلس الشعب بدل اليوفط اللي محطوطة بمئات الألاف نوجه جزء منها بسيط للفقراء والمساكين والمحتاجين، للأيتام اللي في المدارس محتاجين حد يدفع لهم. الدولة مش هتعمل كل حاجة، حضرتك أخصص جزء بسيط من التبرعات دي للأولاد في المدارس، للأيتام، للفقراء، للمساكين. خلينا نساعد بعض. أستاذ هاني، الفقرة التانية بنتكلم فيها عن مجلس الشعب. بما إن حضرتك رجل قانون، عايزين نعرف إيه امتيازات وصلاحيات عضو مجلس الشعب، وإيه المطلوب منه، وإيه المطلوب من أهالي دايرته. هو المطلوب طبعا من عضو مجلس الشعب في كل دايرة، يعني لأن هو يعتبر نفسه حكومة الدايرة. يعني إيه حكومة الدايرة؟ لأن هو يشوف إيه اللي ناقص عنده، لأن هو اللي يلم الناس حواليه، يشوف إيه اللي ناقص عنده في الدايرة. أنا ناقص عندي وليكن زي الجزئية اللي حضرتك بتتكلم فيها، جزئية مساعدة الداخلين على مدارس وبتاع، وفي فقراء ومساكين وأيتام، لا يساعدوا معاهم. والمفروض ان عضو مجلس الشعب ما يكونش دوره بيقتصر على ان هو وقت الدعايه وقت الانتخابات وبعد كده ما حدش يشوفه. تمام. هو يبدو ان معانا اتصال تاني يا استاذ هاني. اتفضل. الاستاذ هاني، الو، مساء الخير. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، اتفضل يا فندم. استاذ احمد، اهلا وسهلا بحضرتك. الله يخليك يا استاذ احمد، ومشكرين عليكم ان انتوا بتتكلموا على طريق المنصوريه يا فندم، عشان من اخطر الطرق في العالم كلها. نتشرف باسم حضرتك الاول يا فندم. استاذ امين ربيع يا فندم، اهلا وسهلا بيك يا استاذ امين. الله يبارك لك يا بيه، الله يخليك. الله يكرمك. الله يخليك يا استاذ احمد، انا شرفني بيك والله. انت الاستاذ هاني، الله يكرمك، ان انتوا بتتكلموا على طريق المنصوريه بشخصا. يعني المنصوريه دي بصراحه الطريق بتاعها وحش خالص خالص خالص. طيب إيه انت ايه اللي شايفه الايام دي بعد ما اتبنى السور وهو يعني على وشك الانتهاء تقريبا، يعني على حد علمي ان اتعمل فيه حاجه رهيبه بصراحه؟ اتفضل يا استاذ. هي المنصوريه ما شاء الله، يعني انتوا بتتكلموا وجهودكم معانا، والله انتوا ناس مشكوره. تسلم. ان انتوا بتعملوا الطرق والحاجات دي وتتكلموا على الطرق بتاع العربيات يا فندم. تمام. اللي هي موديه لنكله. هو كمان كويس ان حضرتك ذكرت النقطه دي. طبعا اشكر حضرتك على اتصالك ورسالتك وصلت، متشكرين ليك يا فندم. استاذ هاني كان رئيس الوحده المحليه وعدنا ان هو هيعمل مظلات، ده وعد على الهوى ليه، احنا بنزنقه دايما ان هو يعمل لنا مظلات، مظله للطريق اللي هو المؤدي لنكله، طريق نكله. تمام. وهيعمل مظله في الصليبه، وهيعمل مظلة تانية تقريبا الموقف بتاع المحور، وفي كمان يا أستاذ هاني قال لك هعمل بوابتين، أنا بعدله النقاط اللي هو قالها عشان يبقى على الهوا. وقال كمان إن في اللهم صل على النبي، في ميدان الشهداء اللي هو ميدان الصليبة، هيطوروا فعلا المنطقة دي وهيعملوا فيها ميدان، وزي ما حضرتك بتقول يعني هي البوابة عشان نرحب بس بالصدى الضيوف. يعني هو كمان معانا الاستاذ ابراهيم اتصال. الو، مساء الخير يا فندم. مساء الفل يا فندم. مساء النور استاذ ابراهيم، اتفضل يا فندم. انا من منطقه الحفير تبع مركز الستمون. اهلا وسهلا بيك يا فندم، اتفضل يا فندم. اهلا وسهلا. المنطقه ديت فيها يعني الخدمات وصلت لغايه قرى 37 و و49، وعندنا قريه اسمها قريه 36 معزوله خالص عن الناس، لا وصلها طريق ولا وصلها صرف صحي وما فيش الا الميه بس يا فندم. تمام يا فندم، تبع مركز ايه؟ تبع مركز الشتموني. تمام يا فندم. محافظتي. قريه 36 الدرافيل، على ترعه الدرافيل من تحت اخر قريه خالص. تمام يا استاذ ابراهيم، رسالتك وصلت، وان شاء الله ارقامنا على الشاشه تقدر تتواصل معانا، وان شاء الله باذن الله احنا تحت امركم وتحت امر اي حد محتاج اي يد عون، محتاج مساعده، محتاج اي شيء، احنا تحت امر. استاذ هاني طبعا نكمل موضوعنا، كنا بنتكلم على عده النقاط اللي هي المطروحه. يبقى هيتعمل ميدان هيسمى بميدان الشهداء،
ده في الصليبة هيتعمل لنا بوابتين مش بوابة واحدة. الرجل مشكورا ضاف لنا بوابة كمان وعد بيه وعد وعد الحر دين أستاذ أحمد. كان طبعا كان معنا مداخلة مع الأستاذ مصطفى سعد الدموكي بس يبدو أن في مشكلة عندنا يعني أو عنده هو تقريبا في الخط. طيب يا أستاذ هاني نتكلم بقى على أعضاء مجلس الشعب، ليه ما يتبرعوش بجزء من المبالغ الطائلة وحتى يبقى بيمدوا ايديهم لايد الدوله يعني بيساعدوا وهي حاجه كمان يعني لله يعني. هي منظومه الفكر للمرشحين او لاعضاء مجلس الشعب لابد انها تتغير. ما ينفعش يبقى المرشح ايام الانتخابات وايام الدعايه الانتخابيه ما شاء الله رايح جاي وظاهر ان هو ممكن يتبرع وظاهر ان هو ممكن يتواصل مع الناس وبعد ما بينجح ما بتشوفوش ومش عامل حساب لان هو اخر الدوره او الدوره اللي جايه هيضطر يرجع للناس تاني. صحيح هو ده خلاص كده يعني مش اربع سنين وانتهى. لا للاسف هو لان هو المفروض نازل يؤدي رساله طبعا يعني تكون على ارض الواقع عمليا. يعني انا مع احترامي ليك يا استاذ هاني في انا شايف طبعا انا ما بعممش انا شايف في اعضاء مجلس الشعب لا في ناس محترمه بتبقى موجوده في قلب دايرتها. لا في ناس الناس تعبت طبعًا الناس طبعًا تعبت الناس تعبت بجد يا استاذ هو هو الدور اصلا لعضو مجلس الشعب يا استاذ احمد ان هو بيبقى حلقه وصل ما بين الحكومه وما بين الناس. لازم ان هو اللي الناس مفروض تلجا له في كل مشاكلها في كل حالاتها في كل طلبها. هو اللي بياخد طلبات الناس وبياخد مشاكل الناس وبياخد هموم الناس ويروح يعرضها على المسؤولين. فهو المفروض لان عضو مجلس الشعب يكون متواجد مع الناس ويكون مادي ديله للناس. انا عندي وليكن مثلا على سبيل المثال وليكن دايره، انا طبعا ممكن ما اقدرش ان انا الف الدايره كلها، وليكن دايره زي دايرتنا مثلا 24 بلد، انا مش هعرف الف مثلا 24 بلد، يبقى عامل مثلا في كل بلد فيها خمس عائلات، كل عيله يطلع مثلا منها واحد، يبقى في لقاء اسبوعي معاهم، ايه مشاكلكم؟ ايه الحاجات مثلا اللي ناقصاكم؟ طب احنا مثلا عايزين نعمل مستشفى، عايزين نعمل مركز طبي، طب انتوا ممكن تتعاونوا مع الناس ونجتهد مع بعضينا لان احنا نعمل حاجه زي دي ونساعد الحكومه لان تبقى حاجه زي دي موجوده. لازم يا استاذ احمد الفكر بتاع المرشحين نفسهم، انت مش داخل مغنم، انت المفروض ده تكليف عليك، انت مش داخل تشرف نفسك او تشرف بيتك، انت ده تكليف عليك، مسؤوليه بتلقاها على نفسك وهتتسائل لان هتيجي الناس اخر الدوره استاذ احمد هتساله، هيجي يطرح نفسه تاني يقولوا له لا ده احنا ما شفناكش انت خدت اصواتنا ومشيت. طبعا وقت البرنامج بيجري معانا بسرعه. شرفت بلقائك استاذ احمد ده احنا بنتشرفنا بلقائك وبشكرك بكل معاني الشكر نيابه عن اهل الله يخليك وربنا يجازيكوا خير يا استاذ احمد ان حضرتك سبت النيابه وجيت جري يعني عشان قلت انا ما اقدرش اتاخر عن اهل المنصوريه فده مشكورا عليك. انا اللي شاكر حضرتك يا استاذ احمد وطاقم الاعداد اللي الله اكبر عليه يعني ما شاء الله عليهم طبعا المخرج معانا ومطلع عينينا شويه بس وشاكركم والله على ان كنتوا همزه وصل بتوصلوا صوت والام الناس للمسؤولين وربنا يجعله في ميزان حسناتكم دايما كده يا رب في تقدم ودايما الى الامام. هو طبعا شرفنا بلقائك يا استاذ هاني وزي ما حضرتك معودنا ان احنا بنختار الضيوف اللي هم بيهتموا بابناء بلدهم. هو ده ابن البلد الاصيل، هو ده ابن البلد الجدع، هو ده ابن البلد اللي دايما ماشي بمبدا خيركم لاهله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم لاهله. برنامج الاختيار بيقدم عده مواضيع بيطرح مشاكلكم للسادة المسؤولين. برنامج الاختيار مش المنصورية فقط، برنامج الاختيار في كل البلاد في كل المحافظات. برنامج الاختيار بيناقش ويطرح ويحاور مواضيعكم ومشاكلكم بيقدمها للسادة المسؤولين وبنكون معاكم خطوة بخطوة حتى تنتهي المشكلة. لذلك احنا تحدثنا عن المنصورية كثيرا. انت حضرتك تحدثت عن المنصوريه منك من اهل المنصوريه فلمس اوجاعهم اكيد يعني اكيد شايف هم محتاجيني فبتتكلم لكن أكيد. انت حضرتك انت فتح تليفونك وبرنامجك لكل الناس وانا شايف استاذ احمد ربنا يبارك لك يعني انك انت تكون همزه وصل ما بين الناس وما بين المسؤولين لانك انت توصل صوتهم ده شيء كويس استاذ احمد ودايما انا ربنا اللهم امين اللهم امين. نورتني يا استاذاني برنامج الاختيار ونرجع تاني قبل نهايه حلقتي. حابب اشكر طبعا زي ما احنا بنقول دائما من لم يشكر الناس لم يشكر الله. اشكر التيم اللي واقف خلف الكاميرات، اشكر المخرج، اشكر كل السادة اللي بيوصلوا صوت
أهالي كل البلاد. بشكر كمان الصرح الجميل اللي احنا فيه قناة الصحة والجمال، كل السادة المسؤولين عن قناة الصحة والجمال اللي هم دائما فاتحين القناة على مزرعيها لكل الناس، بتطرح مشاكلهم وبتطلعها على الهواء، ناس بتتعب فعلا بجد عشان يوصلوا صوتكم للسادة المسؤولين. طبعا النهاردة أنا سعيد جدا بوجود السادة اللي شرفوني على الهواء، وإن شاء الله بإذن الله انتظرونا كل يوم خميس الساعة 4 مساء برنامج الاختيار، وإحنا تليفوناتنا مفتوحة 24 ساعة، والصفحة طبعا بتاعتنا معروفة على الفيسبوك أحمد ماهر. شرفتني أستاذ هاني، وإن شاء الله بإذن الله أشوفك الأسبوع المقبل إن شاء الله بإذن الله. تحياتنا لحضراتكم، وأترككم في رعاية الله وأمني وحفظي. مع السلامة.